شلونكم شباب؟ اهلا وسهلا بعد قلب الغالي. طيب هنا مسوين لا لا هذا مسوي مثل المطعم هنا. والله هذا مضيف مياه هنا للمظاهرات تظاهرين طابق الارض. هذا من اول الاول فوقك هذا ارضي مظاهرين اخواننا نضيف بيهم. اهلا وسهلا بيهم غدا عشاء ريوق. احنا هنا جاهزين بالباب اللي اكل شرب دخله جوه منام جوه ونعذب له نفس اخواننا. خدام احنا لهم خدام وبيك عيون انت. طلعنا الامنيات ما طابق الارض حمايات هنا اهم طابق واد لان نخاف على اللي فوق. اي لان التفتيش هو كله يصعد لنا بساعة تسدون ال والله المطعم يسد الساعه ب 12 ودخول العوائل بالخمس العصر ممنوع تعبر الحوار. لان اكو ناس مثل ما نقول احنا شويه ناس مندسه فوق يعني مو مثلون المظاهرات. مثل ما تقول اكو مخربين واكو هيك شيء يعني التكتك التكاتك والدراجات بالليل ما نصعدها نخليها جوا عندنا جراج نبيتها جوا. يصعد العوائل الساعه بالخمسه تنقفل بعد ماكو عوائل لاكو بنيه لاكو فد شيء. انا اقول لك بس سيارات الدعم نقدر نصعدها نفتشها وعلى حسب اللي يصلون نصعدها. الله يجزيكم خير. اكو عليكم مسؤول كبير؟ لا ما احد مسؤول. احنا كنا اخوه واحد مسؤول على واحد. كنا عيد واحد وكل واحد مسؤول. تبقون بيناتكم؟ اي قاعده صارت. احنا من ورا 12 بالليل نعوب الامنيات نخلي بدنا اربع نفرات وننزل نروح لسوات الرمامي لان اكو بعض الناس تروح لاهلها ترجع. فاحنا نروح هناك كثر حشود بالاحرار. يعني دعم لاخواننا المتظاهرين على الاحرار اللي بالوثبي على السنك. هم يحتاجون دعم احنا نروح لهم اسنادي. جزاكم الله خير شباب فرصه سعيده تعرفت عليكم. الله عليكم بالعافيه والله الغدا بارك الله بك كل الهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا مشكورين شباب.